بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد دمعت بكيو يلا فايلسني اللي نبي عليه الصلاة والسلام سلت كينا غينا يلا قالوا بتنكاي سرنا قمدلو. من أهم مقاصد التشريع في الإسلام اجتماع القلوب والمودة والإخاء بين المسلمين. يلي سبحانه وتعالى إسلام ديني أكه جتو سيمكي أهم مهرات أمكا تكتينه تنمي اجتماع القلوب يلي جنكو سرق حبري تتقيا هتنك حنوي توبكيني مسلمين فنلقى حق داي. ولذلك توقرك شرع الله الاجتماع في كثير من العبادات من قع عباده دلي كبرانه قابو أنما جتو سرب سبحانه وتعالى توهك تنمي منها صلاة العيد عدي صلاتها مسلمين تتل كبرانما يعندون ينبونو لبون سيونو إنكار حلقة أبو أنا ما يلي سبحانه وتعالى قيتو سيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبك يلي نبي نهي يأمر الناس كلهم بالخروج إليها عدي بورا فنا عدي صلاة فنا سادك إنكيه إذا أنا ملا أمر سيه حتى أمر النساء الحيض حتى ما ينقل عبا الاثنين سيمرا انتهى عدي بورا إذا عاهي قائلا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يا نبي عليه الصلاة والسلام. أي توكلي عدسا كو معتو بكو كعلا نم كحن وليه عدسا كو تجمل بلع عربة هانما معسرة كحانما سيتنا نيا لينمي والتزين لهذا المحفل العظيم وكبره بالعتانما كحن وليه كحن الديني. وأيضا يستحب في عيد الفطر عيد كي فطر عيد هاي ربرسلكو كحن لمي فطر عيده ليك مع كتوكتين دقيني كرانما تمرين نهتنمي أفلا حنتي إنها تنمي كل نموي كاي بدل كاي وقت البحناني إذا كاي زمان الكات بحناني مي دقاسي ته قدام قبل الذهاب للمصلى إدي بورا قدام قدوم لاي توهكاك النمي. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يلي نبي إدي بورا فنه قدها وعدي فطر عيده تميركا تكتي نرقه كه قدك مناي إدي صلاة وقته تكحتكي يبدعمي أيرو إلى محري قدي فين تنكي يدبا يروع يكتامك فنلا إنكي يعني وقتكي بحنا وقتي أبانا ما دعتهاي تو وقتي أبان عدي سلاتاي وكذا كادو عدارو كحنو ليمكي. ويستحب أن تصلى في الخلاء والمصلى لا في المسجد مسجد لبانا ما كابو ولا لبانا ما وعدي بودلا أو علي لبانا ما أي سكراتاهاي ولا بأس بصلاتها في المسجد مسجد لبانا ما يتهناه انتو علماي. إذا لم يتيسر مصلى أو شق الذهاب إليه مصلى عدي أرحيل لبانا أنوي كاتكك أو أرحيل دير كاتكك مسجد لبيتان انتهينا. وليس للعيد عيده تكحتك ملي أذان ملي إقامة ملي كله كادو يمعتوبك. فقد كان عليه الصلاة والسلام يليه نبيينه يخرج يوم فطر والأضحى إلى مصلى عدي ساكو فطر عدتكو عرف عدتكو عدي بوريا وعيه وعدي نبي أباكي نمي. فأول شيء يبدأ به الصلاة نهارك عميسك إن صلاة بانا ماي صلاة ويلوه تقحتكي صفة الصلاة تقحتكي عدي صلاة نمارك عتاي ونمارك عتاكا نهرسيرك عتا صلاة تحولانهن وعبانهن الله أكبر تكبيرة الإحرام درسي تكك الله وعدي عدي صلاة هدتا لحد الله أكبر يانا تهوك لك لا دعاء الاستفتاح قراءة بانا مكنهار لا قرآن يخريم نهار لا أباستانا نما هيتورك عتا تبانهن وعدي كوند و دفيناك وغتانهن وعدي أبانهن إن الله أكبر تكبيرة الانتقال لزيتا أكا كلها نهن وعدي كوند الله أكبر إيا قراءة أبا مكنهر الإمامي. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ومن تكبيرة إلا باملا نمقى بفيها وكلي يلا يا نبي ويلا سيت النوسى يلا فايلساه وتكبيرة التكي قدتي. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بسورة الأعلى والغاشية أو بسورة القاف والقمر كادو وعدي صلاة لا نونا مركعة لا نهارسيس ركعة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى آخريه ونما هيتو ركعة لا سورة الغاشية هل تاك حديث الغاشية آخريه أو نهينا بسورة قاف قاف كي والقمر كادو سورة القمر يخريه تهمو يلي فرموت السنة تايتو قمدلو صلاة قبكلا صلاة قبلك لكلي إماما خطبة يحينا ما خطبة جمعة تهكها بني النهاي كحانو لي يحضريه أمرا عدي بورا يميتيني إلى إمام خطبة قبك الله من خطبة يابينمي كينه يلي كحان الديني يلي كحان الديني كادو عدي بورا وعلات يماتينمي كله كادو عدي بورا كيوعينيه نوعدي سبحك قرنجي تهين أكي جتاك بورا دورينمي
سنه تيمي عتوب كوي كله كادو عدي سلطة دين تكجرو فدي عين تراي عدي سلطة كقدر تطريه النمو و سلطة مكلم لي تو اللي كابانه نو ويلو كام مكل تام فدين تهيني هي عدي فرحتا يلي هتا عتا كله نلا مدو دامي سبتها يلا بيمي يدبانم فدين تيمي تيمي عتوب كوي و هي اللي نتكو باهي سين.